دعم مشاريع البحث العلمي في مجال التنوع الحيوي بشقيه النباتي والحيواني يترجم الهدف الذي من أجله أقيمت المناطق المحمية، فمثل هذه الدراسات تهدف إلى تعزيز الجهود والتعاون المتبادل بين المندوبية السامية للمياه والغابات والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في رسم السياسات الخاصة بالبحث العلمي وتطبيقه في مجال المحافظة على التنوع الحيوي والإدارة البيئية. في إطار البرنامج محافظة على الوحش الصحراوي اللي كتشرف عليه المندوبية السامية للمياه والغابات، فاحنا كنقوموا بالنسبة لمنتزه الوطني لسوس المساء بواحد التتبع اللي كيسمح لينا نعرفوا كيفاش تتعامل هاد الوحش مع البيئة ديالها، وكناخذوا بعض الاجراءات اللي كتمكن ان هذا الوحش يعيش في واحد المنطقة شبه طبيعية، وهذا كل شيء باش يمكن لنا انه قريبا نرجعوا الولوج لهذا النوع من الحيوانات للمناطق الطبيعيه ديالها. هنا مجموعه من الباحثين ينتمون الى دول المتوسط يدعمون قاعدتهم المعلوماتيه باعتمادهم دراسات ميدانيه والبحوث العلميه. الهدف الرئيسي من هذه الدراسات هو اعداد قائمه باهم القضايا المتعلقه بالاصناف المهدده بخطر الانقراض للحفاظ عليها، ومساعدة القائمين والباحثين بقطاع حماية الطبيعة من أجل وضع وتطبيق قوانين تضمن أفضل الممارسة البيئية. هذه الأبحاث سوف تمكننا في كيفية إدارة هذه الأنواع وإعادة توطينها في مواطنها الطبيعية، لأن التجارب بدأت بدون أن نقوم بهذه الأبحاث، وآن الأوان نقوم بالأبحاث حتى يكون إعادة التوطين أو ما يسمى باللاتينية reintroduction يكون على أسس علمية حتى نضمن أكثر ما يمكن من وسائل وعناصر النجاح. في وجهة نظر البحث العلمي تتركز جهودنا خصوصا حول المجال الوراثي وكل ما يرتبط به في دراسة الأصناف النادرة، وكذلك أهمية مواقع الاستيطان التي ستستقبل الأصناف الخاضعة لإعادة التأهيل داخل الطبيعة. أصبحت المنتزهات المغربية مرجعا علميا على المستويين الإقليمي والعالمي، سهل معها دراسة ودعم جهود دول المنطقة في الحفاظ على أصناف الحيوانات المهددة بالانقراض، من شأن ذلك في الأخير حماية وإعادة تأهيل أصناف الوحش النادرة.